علي السيد الذي عبر باستشهاده كل الطوائف والمناطق، علي السيد الذي واجه سكين الإرهاب والتطرف، علي السيد الرقيب ابن المؤسسة العسكرية الذي أضاف سطورا من دمه إلى ملحمتها المستمرة، علي السيد ابن 28 عاما عاد شهيدا محمولا على أكتاف اللبنانيين جميعا. هي فنيدق العكارية الغارقة حزنا على ابنها البطل تحتضنه للمرة الأخيرة، أهلها جميعهم تشاركوا الأسى. وصل شهيد الجيش الذي قضى ذبحا على يد الإرهاب، انهال الأرز على الجثمان الملفوف بالعلم اللبناني، ضربت له التحية، تناوبت على حمله الأيادي ولم تتعب الأكف وهي ترقص به. هو الموت الغادر الذي ذبحه في عز شبابه، تاركا رفاق السلاح محتجزين ينتظرون نهاية المأساة. في تشييعه اجتمع عسكريون وسياسيون وفعاليات أهلية، ومثل الرئيس سعد الحريري النائب قاسم عبد العزيز الذي نقل التعازي الحار لأهالي عكار ولعائلة الشهيد. هذا السلوك الهمجي الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا قد زادنا عزما وإصرارا على محو هذه الظاهرة واقتلاع جذورها من أساسها. وفي حضرة شهيدنا الكبير نؤكد اليوم أن دماء شهدائنا التي حملت لبنان من الفتنة والضياع هي أمانة في أعناقنا جميعا. نحن نعلم بأن هذه العائلة هي ركن من أركان الجيش اللبناني، ونعلم بأن الشهيد ضحى بدمائه في سبيل هذا الوطن، وأطلب من الجميع أن نحتضن هذه العائلة. وهذا شهيد كل لبنان، ما هو شهيد بيت السيد ولا الفنيدي، شهيد كل لبنان. شكرا وبعتذر إذا حصل غلط. هو ليس ابن فنيدق فحسب، وليس شهيد فنيدق فحسب، إنه شهيد كل الوطن. إلى البابا يلا عادي، إذا البابا يا ماما، إذا البابا يلا عادي للبابا. وإلى منزله مر علي لتودعه والدته وزوجته وابنته ذو السنتين من العمر، وهنا لا مجال لكتم الدموع. وفي مدافن العائلة حيث ووري الثرى سطرت آخر فصول حكاية علي السيد. الجولة الوداعية لموكب التشييع كانت بدأت من المستشفى العسكري في رحلة تخللتها محطات استقبال ووداع لعلي من نفق نهر الكلب، حيث قطع المرافقون الطريق لبعض الوقت احتجاجا على مواقف بعض السياسيين الرافضة للتفاوض من أجل إطلاق العسكريين الأسرى. وعلى وقع الزغاريد استقبل موكب الشهيد في القلمون قبل أن يتوقف في بلدة المحمرة، حيث نصب أهالي العسكريين خيمة اعتصامهم للمطالبة إطلاق سراح المختطفين. هذا شهيدكم وشهيد كل لبنان، هذا فداء عن الوطن كله يا أخوان، وإن شاء الله بأسرع وقت بيكونوا عند أهاليهم. إن شاء الله يا رب، إذا ابني فداء عنهم أنا ممنونك يا رب. ندعوكم لثورة الكرامة، ثورة ندعس فيها كل خائن وعميل، ثورة الشرف لفك أسر حماة الشرف. لن نسكت حتى يأتون سالمين. كما استوقفه المواطنون على طول الطريق المؤدية إلى فنيدق ليلقوا تحية الاحترام على شهيد آخر من لبنان من المؤسسة العسكرية.